ما أبلغني به رئيس الوزراء وأبلغ اللجنة، أوصيكم بالحيادية. المعتدى عليه يوصي اللجنة، أوصيكم بالحيادية والمهنية في أداء مهمتكم، ولتكن مصلحة البلد نصب عينكم. لا وجود لمصلحة شخصية، وإنما مصلحة البلد العليا. ولهذا اللجنة تطلب من الجميع تقديم المساعدة، ونؤكد أن اللجنة التحقيقية العليا لحد هذه اللحظة لم تستعن بأي طرف أجنبي للوصول للحقيقة، ولكن قرار اللجنة العليا إذا كانت هنالك الحاجة لكشف الحقيقة ولسلامة البلد أمنيا واجتماعيا، أن تستعين بأي طرف لدول صديقة أو شقيقة، وهذا القرار يعود إلى اللجنة التحقيقية الخاصة بهذا الحادث، لأننا نريد أن نستفيد من كل الإمكانات. نعم لدينا متابعات فنية وتقنية، ولدينا خيوط كثيرة ومهمة توصلنا للحقيقة، لكن لا نريد أن نسبق الزمن ونعطي الوقت والمساحة الكافية للتحقيقات، لأن التأني والدقة مطلوبة في هكذا قضايا مهمة وحساسة. وفي إحدى الاجتماعات طرحنا على السيد رئيس الوزراء بعض القناعات في التحقيق، قال أوصيكم بالابتعاد عن قناعاتكم الشخصية وليكن الدليل الدامغ هدفكم. نحن أمام قضية مهمة وحساسة السيدات والسادة الأعزاء، الدولة العراقية لديها تحديات كبيرة، ومنذ سنوات لدينا تحدي أمني، والأمن لا يتجزأ، يشمل الجميع، أمني كمواطن وكشخصيات اجتماعية وشخصيات سياسية وإدارة الدولة، فالأمن واحد. يجب أن نتعاون جميعا لكشف من يتلاعب بالأمن، وتوفير الأمن لابني وابنك ولكل أبنائنا وأبناء الشعب العراقي، وهو واجب من واجبات الدولة. فساعد الدولة على تحقيق المتطلب الأساسي لنا جميعا، وهو بكشف الحقائق. لا نريد أن نستبق ونستعجل، ولكن نحن على أقل تقدير نقول مطمئنين على مسار التحقيق. إذا يسأل سائل لماذا الآن في المشاهد طائرة واحدة وليس لطائرتين، هذا عمل رادارات، ودائما الطائرات المسيرة تكون تجميع وليس من الطائرات التي تعمل إلكترونيا، بحيث الرادارات المصممة والدقة العالية تقوم بكشف هكذا طائرات إلا بوفق مستويات. يكون عندما يكون المستوى منخفض يكون معدومة الرؤية للرادار، وهذا لا يعني أننا لا نملك الدليل، بل لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة اطلعنا عليها لمكان انطلاق الطائرتين واجتماعهم في العودة للمكان الآخر، ولدينا كثير من الحديث حول هذه القضية ستكون إن شاء الله في اللقاءات والمؤتمرات القادمة. الطائرة من التجميع والصناعات المحلية، والمقذوف أيضا من الصناعة المحلية، وهو في الغلاف البلاستيكي حتى يكون خفيف على وزن الطائرة، ومكونات المقذوف من خلال ما أفادتنا به الأدلة الجنائية لمكان المقذوف الذي انفجر، وهو من النوع الذي ينفجر جانبي ليس للأعلى أو للأسفل، ولهذا قد البعض يقول يحلل، لكن ليس اختصاص، وإنما الجواب عندما يكون أهل الاختصاص هم الذين يقومون بإعطاء التحليل الدقيق. والمادة المنفجرة هي من مكونات السيفور، وإن شاء الله
في المؤتمرات القادمة، وقد يحضر جميع أعضاء اللجنة، واليوم أخواني أعضاء اللجنة خولوني أن أذيع وأوضح لهذه الحقيقة لأبناء الشعب العراقي بالقدر اللي متاح لنا جميعا.